شندك وانت معنا عبر الانترنت من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن لقاحي فايزر وموديرنا ضد كورونا قد يوفران الحماية من الفيروس لسنوات وربما مدى الحياة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز حول الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر أن الأدلة المتزايدة تؤشر إلى أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات فايزر وموديرنا لا يحتاجون إلى جرعات إضافية طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيرا. وبناء على هذه النتائج رجح العلماء في الدراسة الجديدة أن تستمر المناعة لسنوات وربما مدى الحياة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم لاحقا، لكن لم يتضح لهم ما إذا كان تطعيم وحده قد يكون له هذا التأثير طويل الأمد على غرار من أصيبوا بالمرض من قبل. في المقابل أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع. وإن كانت هذه الحالة نادرة للغاية إلا أنها تأتي بعد أيام من إعلان هيئة الدواء في أمريكا عزمها وضع تحذيرات مرتبطة بمضاعفات على القلب في لقاحات كورونا. ووجدت الدراسة أن 23 ذكرا كانوا بصحة جيدة ويبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما شكوا من ألم في الصدر خلال 4 أيام من تلقي جرعة من لقاح لكورونا، وكان معدل الإصابة أعلى من تقديرات سابقة. كان جميع المرضى الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب في وقت نشر الدراسة قد تلقوا لقاح فايزر بيونتك أو موديرنا. وينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن البروفيسور طلال نصولي، أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية. أهلا بك دكتور طلال. ونبدأ بالدراسة الأولى التي تتعلق بفكرة أن من أصيب بكورونا وأخذ التطعيم تحدث له مناعة ربما تصل إلى مدى الحياة. ليك مدى، شكرا على الاستضافة. أول شيء مدى الحياة صعب جدا، مما كان يقول الدراسة اللي عملوها اللي طبعت في النيتشر، هذه دراسة مهمة. ونحن بنعرف انه اللي بيصير معه، عدة دراسات فرجت اللي عم بيصير معه، اللي صار معه كورونا وبعدين اخذ الطعم ضد الكوفيد عنده عملوا اجسام مضادة عالية جدا. ونحن عم نعمل دراسات خلصناها هلا، يعني عم نشوف انه الناس اللي كانوا مريضين بالكوفيد واخذوا بعدين لقاح بعد 3 شهور عندهم مناعة قوية جدا. وهذا الشيء اللي فرجوه لنا، أخذوا من الغدد، أخذوا من الغدة المفوية، أخذوا عينات وشافوا إنه الميموري سيل اللي عندهم ذاكرة، الخلايا البي سيل اللي عندهم ذاكرة عم بيفرزوا بطريقة ملموسة المناعة ضد الكورونا فيروس. أنا بعتقد هذا خصوصا من الـ mRNA فاكسين، كمان الفايزر والموديرنا، هذول السيستم الجديد اللي عم بيستعملوه عم يقوي بطريقة ملموسة. لهلأ أكترية الناس، كل الناس اللي أخذوا الامري الفاكسين كلهم عنده مناعة إلى الآن، مناعة ممتازة حتى ضد الطفرة الجديدة الدلتا، هذه اللي بتخوف، اللي إجت من الهند على بريطانيا، من بريطانيا على الولايات المتحدة وعلى غير بلدان. لهلأ الفايزر والموديرنا عم يشتغلوا عليهم بطريقة ملموسة جدا. بدنا نعرف انه في 5 دلتا، دلتا 1 2 3 4 5، اكتريتهم ماشي حال، في وحدة دلتا وحدة ما عم بيعمل كفرج مضبوط. لهذا السبب هلأ بدنا ننتبه شوي، ما بدنا نقرب جدا، وبدنا نستعمل الكمامة اذا في ناس كثير دير من دارنا ومحل معجوق، بس للوقاية تنكون اكيدين. بس الى الان، الى الدقيقة هلأ في الوقت الحاضر، اللقاحات اللي عنا هي اللي هي الموديرنا، الفايزر والأسترازينيكا والجونسون اند جونسون عم بيشتغلوا بطريقة ملموسة ضد الطفرات الجديدة. هذه طيب شغلة مهمة. بالحديث بروفيسور طلال عن فكرة أن بعض اللقاحات يعني قيل أنها ستحتاج إلى جرعة منشطة إما بعد 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام، هل هذه الدراسة تلغي هذه الفكرة؟ مظبوط. لهلأ لا، إلى الآن مش ضروري أبدا. أنا بعتقد إلى الآن ما عايزين أبدا يكون في أي أبرة ثالثة يعمل نشاط الفاكسين. الفايزر والموديرنا الأبرة الأولى والأبرة الثانية بتكفي، بس البوستر لهلأ مش لازم. هني عملوه وطلعوه، يعني طلعوه بالشركة نفسها بالفايزر والموديرنا عم بيحضروا حالهم مش ما يصير في مشاكل من بتاعت. بس إلى الآن ليس هو ضروري أبدا، تنشوف شو المستقبل اللي حيفرجي. طيب لهذا السبب بالنسبة لكبار السن أهم شيء إنه ناخد اللقاحات
مش ما يصير فيها التطور بالنسبة لكبار السن التغير. يعني كبار السن وما لديهم أمراض مزمنة، هل سيحتاجون إلى جرعة منشطة؟ لا مش ضروري الى هلا فرجوا انه مش ضروري، لانه اللقاح نفسه عم بيشتغل بطريقه ملموسه الى الان، مش 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 ضروري ابدا ياخذ انه اي دوز يعني بوستر جديد للوقت لليوم. هلا ما بنعرف بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه، بس عم تعرف عم نحكي على نحن الجرعه الزايده عم صرنا شهرين ثلاثه عم نحكي عليها، لهلا ما عايزينها والحمد لله. هذا الام ار ان اي فاكسين جيد جدا من ناحيه المناعه، بتقوي بطريقه ملموسه. طيب دكتور طلال، ماذا عن الدراسه الاخرى التي تحدثت عن فكره مضاعفات القلب؟ لان هذا الامر قد يقلق كثير من الناس. ما في شك، هلا لكن ما في شيء 100% بالحياه مثل ما بتعرفوا، يعني اذا طلعنا بالسياره ورايحين نحن على المطعم، ولا طلعنا بالسياره ورايحين على المدرسه ولا شيء، في خطر يصير شيء، طلعنا بالطياره في خطر. هذه فرجت انه مزبوط عم بيصير في ريبورت، هذا فرجوا ريبورت هوني المايوكاردايتس وبيريكاردايتس، يعني التهاب عضله القلب. بس بدي اوضح، هي بتخوف وقت بنحكي فيها انه القلب الله يخليك ما حدا يقرب على قلبي، مضبوطه، بس ليك هذا المايوكاردايتس شغله بسيطه، بيصير في التهاب خفيف. شو بيحس الواحد اكثر شيء عند الناس من 12 سنه وال 30 سنه، الناس صغار بالعمر عم بيصير عندهم فوق ال 50 60، ما يعني قليل جدا يصير، وعم بي يعني شخص على 20,000 شخص تقريبا عم بيفرجي انه بيصير معه هيك. هل المايوكاردايتس التهاب عضله القلب ولا غلافه القلب؟ بيريكاردايتس بتعطي شوي وجع في الصدر، وخصوصا اذا واحد عطس ولا واحد سعل، انتبهت كيف؟ وبعدين بيعملوا فحص دم بيشوفوا انه بيكون التروبونين طالعه، وفيهم يعملوا ام ار اي بيفرجي كمان، ولا بيعملوا تخطيط القلب اللي هو الاس تي اليفيشن كمان بتفرجيها. هو قليل جدا جدا يعني. ما تنسى انه الكورونا فيروس نفسه هو مختص يفوت على القلب ويعمل مايوكاردايتس. نعم. اللي بيأذي على القلب اكثر بكثير الكورونا فيروس، اذا واحد صار معه كوفيد وسقط الكوفيد على القلب بيأذي اكثر كثير من اي شيء. اكثريه الناس بدي اوضحها، اكثريه الناس اللي صار معهم التهاب بالقلب من الـ الفاكسين الام ار ان اي فاكسين، هذول اللي فرجوه الفايزر والموديرنا، 99% من الناس مشي حالهم، ما صار مشاكل. نعم. وتقريبا ما فاتوا على المستشفيات ولا شيء. نعم. فهذه شغله مهمه انه ما بدنا نخاف منها هلا لهلا، عم بيشوفوا ليه عم بيصير وما هي هل لها علاقه 100% ولا لا، بس نعرف انه بيشتغل بطريقه ملموسه، وبنعرف نحن اذا في ناس اللي صار معهم الكوفيد وفي كوفيد بيطول بيدل عند الناس، بعد ما يروح الكوفيد بيدلوا عندهم تعب، بيصير عندهم وجع راس، بيصير عندهم تعب، بيصير تنميل في الايدين وكذا. العلاج له المشاهدين الاعزاء بدي استفيد، العلاج له مثل ما حطيت انا العربي تبعي ما كثير منيح، هو اللقاح. اذا اخذنا اللقاح اللي صار معه كوفيد وصار عندهم عوارض مزمنه، خذوا اللقاح بتشوف كيف بيروحوا كل العوارض. نعم. هذه شغلة مهمة بالطب جدا جدا، المستمعين لازم يفهموها، وإذا الله راد أنا بعتقد هاللقاحات جيدة جدا، وهذه إذا الله راد بتجيب نهاية المطاف. ليك شو صار بالهند وصار تطوير الفيروس بالهند، إجا لعنا هالطفرة اللي اسمها دلتا اللي بتعدي 60% أكثر وبتأدي شي 50-60% أكثر، بدنا نضل منتبهين. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور طلال نصولي أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك.